نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول المرسلة: حنان، أختنا عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع سمعي وبصري وعقلي وعصبي إلى آخر الدعاء. هل هذا الدعاء يقال في صلاة الفريضة أم النفل أم فيهما معا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذا الحديث الذي ذكرته السائلة يحتاج إلى تثبت ومراجعة لسنده، فإذا صح فإنه يشرع في الفريضة وفي النافلة، لأن ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى إلا بدليل يدل على الخصوص. نعم.